صباح، وكيف كان؟ هلا بدنا نكمل المحاضرة الأولى من الفاينل واللي بتحكي عن الماكسيلاري مولرز. بالفيديو الماضي حكينا عن الماكسيلاري فيرست مولر، هلا بدنا نحكي عن السكند والثيرد. تمام، بس قبل هيك بدي اعيد بشكل سريع هون على الاوكلوزال اسبيكت الخاصة بالماكسيلاري فيرست مولر. طيب، اول شيء قلنا انه هي من برا شكلها بيكون تقريبا الاوتلاين بده يكون سكوير او متوازي اضلاع. بعدين لاحظنا انه هي عبارة عن، يعني هيك لو طلعنا، عبارة عن يعني تنقسم لمثلثين، واحد كبير سميناه التراياجون والتاني صغير سميناه التالون. اوكي، التراياجون هو عبارة عن اندماج 3 كاسبس اللي هن الميزيو بكال والميزيو لينجوال والديستو بكال. اوكي، بينما هاي اللي هو التالون واسمه تالون، بتوقع انه انا بالفيديو الماضي حكيته بطريقة او لفظته بطريقة غلط، فانا كتير بعتذر. فهو هون اسمه التالون عبارة عن بتكون من الديستولينجوال كاسب زائد الديستال مارجينال ريدج. اتفقنا؟ مثل ما قلنا انه اكبر كاسب بدها تكون عندي هي الميزولينجوال، بعدين الميزيو بكال، الديستو بكال، واخر شيء الديستولينجوال هي اصغر شيء. تمام. طيب، هلا بدنا نبلش. بدي ارجع احكي عن الفسي. اوكي، انا في عندي فور فسي، هن كتير يعني اكتر شيء واضحين. اول شيء هون بالنص بدي يكون عندي السنترال، هي هيك كلياتها. تمام، هيك هي كلياتها اسمها السنترال فسة. تمام، بنص هالسنترال فسة، اوكي خليني اورجيكم اياها، هي شايفينها، هي هي السنترال بيت. تمام، تاني فسة عندي اياها اللي هي هون، اللي هي الميزيال تريانجولار فسة، هاي مثلث مو مربع. اوكي، بنص هاي التريانجولر، الميزل تريانجولر فسة، كمان بده يكون عندي هون بالضبط الميزيال بيت. اوكي، هلا هون هيك هيك هيك، هاي هون عندي اياها الديستال تريانجولر فسة، وطبعا بالنص بنصها هون بده يكون عندي الديستال بيت. اتفقنا؟ شايفينها هي الديستال بيت. واخر شيء هون بده يكون عندي هيك، هي هيك. اوكي، هي مسميه الديستال بيت، بده يكون شكلها سيجار شيب. اوكي، وشو كمان؟ تمام، كمان انه في عندي ريدجز. اوكي، على الكلوزال اسبيكت بيكون في عندي تو مين ريدجز، هذا اللي هون، هذا هيك كلياته شايفينه، بسميه الاوبليك ريدج. اوكي، وهذا الأوبليك ريدج هو عبارة عن، يعني من شو بيتكون؟ بيتكون لي من التريانجولار ريدج تبع الديستو بكال كاسب. اوكي، هذا زائد الديستال كاسب ريدج تبع الميزيولينجوال كاسب، هذا. اوكي، هلا هدول الاثنين مع بعض بدهم يعملوا لي الأوبليك ريدج. طيب، شو كمان عندي؟ عندي هون يعني ريدج تاني بنسميه الترانسفيرس ريدج، هذا هيك كلياته، هو عبارة عن تو تريانجولار ريدجز، واحد للميزيو بكال والتاني للميزيو لينجوال. اوكي، فبليز ما تخربطوا وما تفكروا انه كلمة اوبليك ريدج او مصطلح اوبليك ريدج هو نفسه الترانسفيرس ريدج، لا، هن بيختلفوا عن بعض. اخر شيء واللي بتمنى انه يعني تنتبهوا منيح، لانه هي شوي هيك حسيتها بتخربط وانا خربطت فيها بالفيديو الماضي، بدنا نحكي عن الجروفز. طيب، هلا في عندي اول شيء بسميه السنترال جروف. اوكي، طيب نحن متعودين انه السنترال جروف بده يكون بالنص، بنص السن، صح؟ هون هاي المره لا، ما رح يكون بنص السن. هلا مو احنا حكينا انه هذا الترياجون، صح؟ هو رح يكون بنص الترياجون، فهو هون. تمام، رح يكون بيمتد بين السنترال فسة والشو اسمه الميزيال تريانجولار فسة. اوكي، هيك مشان انه تقدروا تحددوه بشكل صح. اوكي، اذا هو بيكون بنص الترياجون وبيكون بين السنترال فسة وكمان الميزيال تريانجولار فسة. اتفقنا؟ هيك نكون حددنا اول شيء اللي هو السنترال جروف. تاني شيء بده يكون عندي شيء بسميه البكال جروف. طيب، هذا البكال جروف كيف راح اعرف مكانه؟ هو راح يكون امتداده من السنترال فسة الى البكال اسبكت، هذا هو اللي باللون الازرق. اوكي، ثالث واحد هو شيء بسميه الديستال اوبليك جروف. طيب، هذا الديستال اوبليك جروف هو امتداد شو لشو؟ هو بيمتد لي من الديستال تريانجولار فسة، يعني من هون. اوكي، من هون هيك. اوكي، لعند الديستال فسة.
اوكي، فهو الامتداد ما بينه وبين، يعني هلا انا راح لاحظ انه هون بده يكون عندي الديستال تريانجولار فوسا، اوكي، وهذا هون عندي اياها شو اسمه، هيك هيك، اوكي، هذا هيك بده تكون شو اللي هي الديستال فوسا سيجار شيت، اوكي، فهو بده يكون تقريبا يعني ببلش من الديستال تريانجولار فوسا لعند الديستال فوسا، اتفقنا؟ طيب بعد هيك عندي اللينجوال جروف، هذا اللينجوال جروف شفتوا انه هون احنا حكينا عن الديستال اوبليك جروف، اوكي، هلا الديستال اوبليك جروف رح يوقف هون، تمام، مين بيكمل عنده؟ يعني هو عباره عن امتداد من الديستال اوبليك جروف لعند اللينجوال سيرفيس، وهو رح يفصل لي التو كاسبس، مثل ما هون البكال جروف فصل لي التو بكال كاسبس، اتفقنا؟ بعد هيك بده يكون عندي شيء بسميه الترانسفيرس جروف اوف اوبليك ريدج. هلا من كلمه ترانسفيرس يعني شيء بده يقطع، اوكي، فهو الجروف اللي بده يكون ببلش من هون من السنترال بيت، اتفقنا؟ خلينا نحط لون ثاني، ببلش من هون من السنترال بيت، اوكي، وبيقطع لي الاوبليك ريدج لحتى يوصل لهون لعند الديستال بيت، اوكي، اللي بتكون بنص ال تريانجولار ديستال فوسا، اتفقنا؟ طيب شو بيقلنا هون؟ رح يبلش عندي اخر شيء اللي هن الديستو لينجوال ديفلوبمنتال جروف، هذا هو شايفينه، طيب خليني اعلمه منيح، هاد اوكي، ما تخربطوا، حاولوا انكم تحفظوا بالضبط هو كيف بيجي، وكمان هذا من هون من الديستال فوسا لعند الديستو بكال كاسب، بيكون عندي الديستو بكال ديفلوبمنتال جروف، تمام، هون بده يكون عندي الميزيو بكال ديفلوبمنتال جروف، وهذا اوكي، وهذا هون اخر واحد اللي هو الميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف، اوكي، فبليز حاولوا انكم ما تخربطوا بيناتهم يعني، بس هذا هو اللي حابه كنت اني احكي. فهلا صحي باقي بس واحدة اللي هي الفيفث جروف، وهون الدكتوره نبهت انه ممكن تسالكم سؤال انه من هي الفيفث كاسب، فهون انتم لازم تعرفوا انه هي الكاسب اوف كارابيلي، اوكي، هون بيكون عندي الفيفث جروف اللي هو جروف عفوا اللي هو بين الكاسب اوف كارابيلي وبين الميزيولينجوال كاسب، اوكي، هلا صار فينا نبلش او نكمل بالاحرى. طيب السكند مولر، اوكي، الماكسيلاري سكند مولر، طيب اول شيء بدنا نعرف انه هاي مثلا، اوكي، طيب هاي هي الفيرست مولر، الماكسيلاري فيرست مولر، وهي الماكسيلاري سكند مولر، هن من ناحيه الفيشل اسبيكت تقريبا كتير كتير بيشبهوا بعض، ما في بيناتهم اي اختلافات، بس انه اول شيء الماكسيلاري سكند مولر بدها تكون اصغر، اوكي، بده يكون الكراون تبعها اصغر. ثاني شيء بخصوص الكسبس، الكسبس نفس ما رتبناهم من الاكبر للاصغر بالماكسيلاري فيرست مولر بده يكون نفس الشيء، نفس الترتيب هون، بس انه هي الديستو لينجوال كسب، تمام، بدها تكون كتير اصغر ومو كتير واضحه، نفس اللي كانت موجوده هون بالفيرست بري مولر عفوا، وفيكم تشوفوا انتو الفرق، حتى شايفين يعني رح تكون حتى اقل تطورا، تمام، فما رح تكون كتير واضحة. ونفس ما قلنا انه هون بده يكون عندي شو البكال جروف اللي بده يفصل الميزيو بكال عن الديستو بكال كاسبس، اوكي. طيب شو كمان، اوكي، بدنا نجي هلا بس نحكي عن الروت، هاي الروت رح نلاحظ انه بالماكسيلاري سكند بريمولر هون، تمام، شوفوا كيف كانت بالفيرست، تمام، هون بالفيرست مولر كنا نحس انه هيك يعني بتحسون انه اول ما يبلش بيكونوا كتير بعاد عن بعض، اوكي، بعدين ببلش يزموا عند الابكس، بس اما هون بالسكند مولر لا، هن من البداية بيكونوا تقريبا موازيين لبعض، وهيك ببلشوا يضموا على بعض، اوكي، بيكونوا ببلشوا يضموا على بعض، ما بيكون في عنا هذا الكيرف هيك لبرا، فهمتوا علي؟ فبيكونوا كتير اقرب هيك لبعض وضامين على بعض. هلا كمان شوي هون بالثيرد مولر رح نلاحظ انه هن اصلا ملتحمين ومندبجين مع بعض. شو كمان، بس انه في شغله انه نفس ما شايفين هون، هون كتير واضحه الروت كلياتهم، اوكي، صح انه بيكونوا موازيين لبعض، بس بيكونوا موازيين هيك
وهيك فمالين عليه، بيكونوا عاملين هيك لفة او انكلايند لجهة الدستل، اتفقنا؟ وهي طريقة كمان حلوة لحتى مثلا لو اجتنا صورة نقدر نعرف نميز الميزان من الدستل. اوكي خلصنا نحن الفيشل اسبكت، حكينا انه هاي صورة تانية انه تطلعوا الفرق بالحجم، هاي هي الفيرست وهي السكند وهي الثيرد. اول شي حكينا انه هي تقريبا نفس كل شي بس انه بتكون اصغر، وهاي الديستو لينجوال كسب بدها تكون اقل تطورا بدها تكون اصغر، وحكينا عن الروتس انهم بيكونوا ضامين لبعض اكتر وبيكونوا عاملين هيك مزيوحين للدستل. وهون شو اسمه هاي جهة البكال للمكزيلاري سكند مولر، بس خليني هيك راجع سريع انه هي بالضبط نفس شو اسمه نفس الفيرست مولر. اوكي بدها تكون البكال كسب اعلى واعرض من عفوا بتكون الميزيو بكال كسب اعلى واعرض من الديستو بكال كسب، بده يكون عندي هذا البكال جروف اللي بده يفصل بيناتهم، بده كمان يعني حتى حكي تبع السلوبس انه الديستو بكال بده يكونوا حادين، اوكي السلوبس تبعوته، وانه التيب تبعت الميزيو لينجوال هاي اوكي راح تبين لي شوي بس انه بده تكون راحه للديستل، فانا فيني اشوفها لو طلعت بكالي. اوكي هدول اهم الشغلات، هو يعني الشيء الرئيسي انه هي بس بتختلف بالحجم بتكون اصغر. طيب هلا بالنسبه لللينجوال اسبكت، شوفوا هذا هاي اوكي هاي واحدة هاي الثانية. طيب هاي اللينجوال اسبكت تبعت السكند مولر، وهي اللينجوال اسبكت تبعت الفيرست مولر. كيف ميزنا؟ اول شيء واهم شيء انه السكند مولر على الميزيو لينجوال كسب ما بيكون في عندي كسب اوف كارابيلي، اوكي هي كتير نادره لحتى تكون موجوده، بينما هون بالفيرست مولر دائما بتكون موجوده تقريبا او بنسبه 60% بتكون موجوده كسب اوف كارابيلي. هاي اول شغله. تاني شغله انه هي كمان يعني ما عدا هاي الشغله تبعت كسب اوف كارابيلي رح تكون كتير الكراون بيتشابه بالفيرست والسكند، بس هون بالسكند هاي الديستولينج والكسب اطلعوا ما اصغره مقارنه بالديستولينج والكسب اللي هون. اوكي هلا هون بنشوف انه هاي الديستولينج والكسب وهي هي كلها الميزيولينج والكسب، وهي هون نتفه من الديستو بكى الكسب مبينه، فالديستو لينجوال كسب بالفيرست مولر بدها تكون اكبر من الديستو لينجوال كسب بالسكند مولر. اوكي مثل ما قلنا ما في عندي كسب اوف كارابيلي. هلا اخر شيء نحكي عن الروت، الروت هون بده يكون اضيق اوكي ضيق اكثر، هذا هو شايفينه شايفين حدوده هذا هو هيك اوكي بده يكون اضيق من الروت الموجود اللي عم نحكي نحن عن اللينجوال روت. اوكي بده يكون اضيق ميزيو ديستري يعني هيك من شو اسمه الماكسيلاري فيرست مولر، وبده يكون كمان رايح او عامل لي انكلايند لجهة الديستل. اوكي انكلايند تو ديستل تمام ديستل اسبكت، فهي كمان طريقة لحتى نقدر نميز هذا الفيرست من السكند. هلا الفيرست لو تتذكروا كانت ما كان في اي يعني ميل او انكلايند، اوكي لا كانت جايه بالضبط هيك مستقيمه، وكانت لو مدينا اكسس رح تجي بالضبط على شو اسمه الكراون ميد لاين. اوكي بينما هون لو مديت اكسس فالابكس تبعيت الكراون عفوا تبعيت اللينجوال روت رح تجي على نفس المستوى تبع الديستو لينجوال كسب. اوكي لو مديت اكسس هيك من هون من الابكس لاخر السن لاخر الكراون رح تجي بالضبط على الابكس تبعت الديستو لينجوال كسب. فهلا لو بدنا نراجع بسرعه نحن شو حكينا عن اللينجوال كسب، اول شيء اللينجوال كسب ما فيه كسب اوف كارابيلي على الميزيو لينجوال كسب، لا عفوا قصدي اللينجوال اسبكت ما بيكون فيه كسب اوف كارابيلي على الميزيو لينجوال كسب. ثاني شيء الديستو لينجوال كسب بده تكون اصغر، واخر شيء انه الروت بده يكون اضيق من الفيرست مولر وبده يكون عامل انكلايند لجهه الديستل، والابكس تبعيده بتنطبق بالضبط على الكسب الديستو لينجوال كسب. اوكي طيب من جهه الميزيال
هلا من جهة الميزيال بدنا نحكي بس عن الميزيال مارجينال ريدج، انه هو بده يكون ما فيه التيوبيركلز. بتتذكروا التيوبيركلز؟ التيوبيركلز اللي هي كانت مثل زوائد من الانامل، وكانت تروح مع مرور الاكل والمضغ والاستعمال. هاي كانت كتير يعني منتشرة كانت كتير منتشرة بالماكسيلاري فيرست مولر، بس بالسكند مولر لا، ما راح نلاقيها منتشرة. اوكي، اخر شيء نحكي عن الروت، شكل الروت من الميزيال اسبكت. هلا هاي الفيرست مولر وهاي السكند مولر. بدنا نحكي بس عن قصة الدايفرجنت. بالفيرست مولر راح يكونوا خصوصا هذا اللي هو الميزيوبكال روت هذا. اوكي، سواء حتى يعني الميزيوبكال روت واللينجوال روت الاثنين سوا بدهم يكونوا عاملين لي بالفيرست مولر دايفيرجنت كتير. يعني لو مدينا اكسس من هون من هذا البوردر، اوكي، من البكال بوردر تبعت الميزيوبكال روت او من اللينجوال بوردر تبعت اللينجوال روت، وهيك نزلناها لاخر الشيء، رح نلاقي انه الروتس كتير طالعين عن مستوى الكراون. تمام، نفس ما عاملين هون، نفس ما حاطين هذا الخط، طلعوا انه الروتس لوين هيك يعني ما نون جايين على نفس البوردرز تبعت الكراون. اوكي، هلا بالماكسيلاري رايت سكند مولر. اوكي، الماكسيلاري سكند مولر بنشوف كمان هذا الشيء، بس بيكون كتير قليل. اوكي، كتير 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 اخف من هون. يعني طلعوا تقريبا هون الميزيوبكال روت شو اسمه البكال اسبكت تبعيته، طلعوا كيف انه يعني جاي تقريبا مع الكراون، بينما هون لينجوال شوي صغيرة طالعة. اوكي، ف يعني ما كتير بيكون فيه دايفيرجنت، بده يكون less دايفيرجنت. اوكي، طيب بخصوص الديستال اسبكت، هلا اول شيء بدنا نعرف انه الديستال اسبكت بشكل عام او الكاسبس بشكل خاص بدهم يكونوا اصغر من اللي كانوا موجودين على الميزيال اسبكت، او انه بالتحديد الديستال كاسبس هذول التنتين بدهم يكونوا اصغر من الميزيال كاسبس. لهيك انا لما اطلع ديستالي رح اقدر اني اشوف شوي هيك من جهه الميزيال. اوكي، بالاضافه لانه الديستال مارجينال ريدج، او هون في صوره اوضح شايفين الديستال مارجينال ريدج بده يكون كتير رايح للسيرفيكال. اوكي، يعني بده يكون قصير، فهذا الشيء رح يسمح لي اني اشوف جزء كبير من الاوكلوزال سيرفيس. اتفقنا؟ ولما اجي لهون وبدي اطلع على اللينجوال روت، اوكي، هذا هلا لو جينا نقارن اللينجوال روت هون بالماكسيلاري سكند مولر مع اللينجوال روت اللي كان موجود وينو دقيقة بس هي الديستال، اوكي، مع اللينجوال روت اللي كان موجود بالماكسيلاري فيرست مولر، هذا السكند وهذا الفيرست. رح نلاحظ هون انه السكند هلا هون اللينجوال روت بالفيرست شو قلنا عنه؟ قلنا انه هو شكله شكل بنانا شيبت. اوكي، وبده يكون هيك، عفوا قصدي على هذا الروت اللي هو اللينجوال روت هون، بده يكون شكله هون بالفيرست مولر بده يكون بنانا شيب. اوكي، هلا هون تمام هذا هو بده يكون لس بنانا شيب، يعني ما راح يكون شكله هيك مثل شكل الموزه، ما راح يكون فيه كتير هاي الميله او هذا الانكلايند، فهمتوا علي؟ او هذا الكيرف بده يكون اقل، وبده يكون نارو كمان. اوكي، وبده يكون يعني هلا منطقيا بما انه هو لس بنانا شيب معناها شو؟ معناته بده يكون ستريت. تمام، اذا رح يكون ستريت ولس بنانا شيب. فاهم ثلاث شغلات بالديستال اسبكت، انه الديستال كاسبس بدهم يكونوا انحف من الميزيال كاسبس، بالتالي رح اقدر اشوف شوي من الميزيال، والديستال مارجينال ريدج بده يكون مور اوكلوزال. اوكي، لهيك رح اقدر اشوف اجزاء من الاوكلوزال، عفوا مور سيرفيكال، لهيك رح اشوف اجزاء من الاوكلوزال سيرفيس. واخر شيء اللينجوال روت بده يكون ليس بنانا شيب، وبده يكون كمان ستريت. تمام، بده يكون ستريت وليس بنانا شيب.
طيب هلا بالاوكلوزال اسبكت، هلا بالماكسيلاري فيرست مولر كنا بنلاحظ انه شكل الاوتلاين من برا، يا اما بده يكون مربع سكوير او رومبويدل. هلا رومبويدل بالعربي اقرب لانه تكون شكل معين، اوكي مو متوازي اضلاع، فبيصححوا هاي الشغله انه هي رومبويدل معناها شو معين، اوكي. بينما هون بدها تكون هلا الماكسيلاري سكند مولر هو نوعين، هذا اول نوع وهذا ثاني نوع، هذا الثاني، اوكي. يا اما بده يكون عندي فور كاسبس، اوكي، وبهاي الحاله بده يكون شكله باراليلوغرام يعني متوازي اضلاع، او بده يكون عنده هدول انه وحده تنتين ثلاثه اربعه، او اوقات بده تغيب عندي هاي الكاسب اللي هون اللي هي الديستولينجوال بتغيب كلياتها، فبصير شكله شكل هارد شيب، اوكي. بده يصير شو هارد شيب، او بده يكون باراليلوغرام بيكون لما يكون عندي 4 كاسب تايب، وهارت شيب بده يكون عندي امتى؟ لما بيكون عندي 3 كاسب تايب، ومين الكاسب اللي بتكون ناقصه اللي هي الديستولينجوال، اوكي. طيب تاني شغله بدنا نحكي شوي عن الكاسب، مثلا ناخذ اوكي هاي الصوره حلوه، او خلينا هاي خلينا المراجعة نرجع الصورة هاي. طيب هلا بهاي الصورة اوكي مثل ما حكينا انه لما بتغيب عندي الديستولينجوال بيكون شكل الكراون هارد شيبد، اوكي. تاني شي بدنا نحكي عن انه الكاسبس احجامهم رح تكون طبعا عندي الميزيو بكل اكبر من الديستو بكل، اوكي. اذا الميزيو بكل بدها تكون اكبر من الديستو بكل. وثالث شغله بدنا نحكي انه هاي الميزيو بكال، اوكي، والديستولينجوال هاي، هدول التنتين يعني او هدول الانجلز، اوكي، لان الميزيو بكال انجل والديستولينجوال انجلز هدول الاثنين او الكورنرز كيف بده يكون شكلهم؟ بده يكون شكلهم حاد، اوكي، اكيوت، تمام. لو جينا هيك رسمنا يعني زاويه كورنر راح يطلع معي انه بده يطلع معي الكورنر حاد، اوكي. بينما شو اسمه الميزيولينجوال هاي، تمام، مع الديستوبكال بدهم يكونوا لا هيك من فريجين او اوبتيوس، عرفت شلون؟ بده يكون يعني ما رح يكونوا اكيوت نفس اللي هون. فانتوا احفظوا انه دائما الكورنرز او الانجلز المقابل بعض بيكونوا نفس الشكل، الميزيوبكال والديستولينجوال بدهم يكونوا اكيوت، والميزيولينجوال والديستوبكال بدهم يكونوا اوبتيوس، اتفقنا؟ هلا منطقيا طلعوا احنا قلنا شو؟ قلنا انه الماكسيلاري رايت سكند مولر اصغر من الفيرست مولر، اوكي، فمعناها منطقيا بده يكون اضيق، فاذا ميزيالي وديستالي بده يكون شو؟ بده يكون ضيق، اوكي. هيك بتحسوه مفعول يعني مكبوس او مضغوط، اتفقنا؟ دقيقة. طيب هلا هاي الصورة بدنا نحكي انه هلا لو تلاحظوا هون نفس ما حكينا انه التالون، اوكي، اللي هو عبارة عن ديستولينجوال كاسب مع الديستال مارجينال ريدج، شو بده يكون؟ بده يكون اصغر بكتير واقل تطورا من التالون الموجود هون بالفيرست مولر، اوكي. هاي اول شغله. ثاني شغله لما حكينا هون انه انا لما بيكون عندي 3 كاسب تايب، اوكي، وقلنا انه هون بصير اسمه الهارت شيب، صح؟ طيب منطقيا انا كان عندي ديستولينجوال وميزيولينجوال، صح؟ بس خلص الديستولينجوال راحت فصار عندي هذا الهارت شيب، فهون شو الكاسبس اللي راح يكونوا عندي؟ وهذا بتوقع انه يجي سؤال، بصير عندي الميزيو بكل والديستو بكل واللينجوال بس، اوكي، بصيروا 3 كاسبس، خلص انا ما عاد عندي كاسب ثانيه، ما عاد عندي كاسب يعني على جهه الدنت، عفوا اللينجوال صار عندي بس كاسب وحده، فبسميها اللينجوال، ما بصير بقول ميزيال وديستال والقصص، اوكي. فهي انتبهوا لها يعني. طيب اوكي، هلا نحن قلنا انه كل ما لو تتذكروا لما حطينا هاي الصورة ونحن قلنا انه
الاختلاف او التنوع الجيني او التنوع بشكل السن كل ما نرجع لورا بيزيد صح؟ فكان كتير قليل بالماكسيلاري فيرست مولر، هلا بالماكسيلاري سكند مولر لا، بده بدي الاقي يعني هيك اختلاف، بدي الاقي تنوع بشكل السن سواء بالبيت بالجروفز بالسبليمنتال جروفز. هلا شوي كمان رح اورجيكم صوره كيف انه عن جد الثيرد مولر مليان سبليمنتال جروف، اوكي؟ ف سبليمنتال جروفز، اوكي؟ فهون كل ما انتم بترجعوا لورا بده يزيد، بده يزيد عندي الفاريبل سواء بالبيتس بالجروف بشكل السن بهيك قصص، تمام؟ واخر شيء هون بس انه اعمل لكم انه انتبهوا، نحن هون بهاي الصوره بنشوف بوضوح انه انا عندي سنترال جروف اوكي وعندي البكال جروف، واضحين كتير كتير منيح، تمام؟ اوكي كتير منيح. خلينا بسرعة نراجع نحن شو تعلمنا. اوكي هلا اول شيء هاي هي الماكسيلاري رايت سكند مولر، اول شيء الكراون تبعها او الاوكلوز الاسبكت تبعيتها كلياتها بدها تكون اصغر من الماكسيلاري رايت من الماكسيلاري فيرست مولر. مثل ما تعودنا انه دائما الميزيو باكال كاسب اكبر من الديستو باكال كاسب، حكينا عن التالون او حتى عن الديستو لينجوال كاسب انه بيكونوا يعني اقل تطورا وبيكونوا اصغر. حكينا كمان عن الكورنرز انه الميزيو باكال واللي مقابل الديستو لينجوال بدها تكون اكيوت، بس اللي هون الميزيو لينجوال والديستو باكال بدها تكون لا هيك منفرجة اكتر. شو كمان حكينا انه نحن عنا نوعين، عفوا انا عادي عم اشرح هون بعتذر. مثل ما قلنا انه الكورنرز اللي مقابل بعض بيكونوا نفس بعض، هدول التنتين بدهم يكونوا حادين وهدول لا بدهم يكونوا هيك منفرجين اكتر. حكينا انه انا عندي نوعين من الكاسبس، لما يكون عندي 4 كسب تايب بده يكون عندي 4 كسبات، اوكي؟ ميزيو بكال ديستو بكال ديستو لينجوال وميزيو لينجوال صح؟ بس لما تغيب عندي الديستو لينجوال شو بصير عندي؟ بصير عندي هارت شيبت وهي 3 كسب تايب، وبيكون عندي ميزيو بكال ديستو بكال ولينجوال كسب. وانتبهنا كمان انه بيكون واضح عندي السنترال جروف والبكال جروف، اوكي؟ وبس. طيب باقي هلا كم ملاحظة صغيرة. طيب هون قاعدين بس عم يحكي لانه تعالوا نجرب او بتعرفوا شو خليها هي للاخر، خلينا نخلص الثيرد مولر. طيب اوكي اوكي هلا من الفيشل اسبكت لما بدنا نحكي عن الماكسيلاري ثيرد مولر، اول شيء لازم نعرف انه الماكسيلاري ثيرد مولر هو اكثر واحد عنده مورفولوجيك فاريشن. شو يعني؟ يعني هذا اكثر سن ما يعني بنلاقي اختلافات بين شخص وشخص بشكل السن، اوكي؟ سواء بكل شيء بالروتس بالكراون بالاكلوزال اسبكت، كل شيء كل شيء بيكون دائما بيختلف. لحتى نوضح الفكره شوفوا مثلا هون، اوكي مثلا هاي ابسط شيء الاوكلوزال اسبكت، هدول كلياتهم ثيرد مولر، اوكي؟ بس تقريبا ولا واحد بيشبه الثاني، تمام؟ فانا ما عندي لهذا السن ما عندي معالم ثابته، ما عندي كسبس ثابتين، ما عندي يعني اي شيء واضح له. ممكن انه يعني كيف ما هيك يعني رب العالمين كتب له انه يطلع بيطلع، بس ما له قواعد، فهمتوا علي؟ يعني ما فينا ندرس له قواعد الا كم قاعده بسيطه رح نشوفها هلا. هاي اول شغله. خليني اورجيكم كمان صورة تانية، شوفوا مثلا هون، شوفوا الفاريشن بشكل السن بشكل عام. هذا مثلا طلعوا كيف شكل الروت عنده، هاد كيف شكل الروت هون، طلعوا هذا كيف هون، كيف شكل الاوكلوزال اسبكت، تمام؟ فمنلاحظ انه في كتير عندي فاريشن، هدول كلياتهم ثيرد مولر، اوكي؟ فعندي فاريشن كتير. هاي اول شغلة. تاني شغلة انه بالنسبة للسايز فهو بده يكون أصغر شيء من بين المولرز، هاي فيرست مولر سكند مولر وهاي ثيرد مولر، بده تكون أصغر شيء. وبعدين اوكي هدول خصوصا انه الكراون بده يكون أصغر شيء، اتفقنا؟ الكراون بالذات بده يكون أصغر من الفيرست والسكند مولر. طيب هلا بالنسبة للروتس نرجع مثلا لهون لهاي الصورة، او
اوكي خلينا على هاي الصورة، لانه نحن قادرين عم نحكي عن الفيشل اسبكت. الروت من الفيشل اسبكت بدهم يكونوا شورت، اوكي بدهم يكونوا كتير قصار، وتالت واهم شيء بدهم يكونوا فيوزد، يعني طلعوا كيف فايتين على بعض. خليني ارجع اورجيكم الصورة مرة تانية تبعت، شوفوا مثلا هاي او بلا هون، اوكي هون اطلعوا كيف هاي المكزيلاري رايت فيرست مولر، وهي المكزيلاري رايت سكند مولر، وهاي ثيرد مولر. فطلعوا شوفوا الفرق انه لاي درجه، انه كانت هون اوكي بالفيرست مولر هون كانوا طلعوا قديش انه بيكونوا بالبدايه بعاد عن بعض، بعدين هون شوي شوي قربوا، هون خلص التحموا على الاخر. طلعوا كيف كل الروتس فايتين ببعض وفيوزد، اوكي وبيكونوا كمان شورت. اوكي شغله كتير مهمه انه كمان بيورجوني ديستال انكلينيشن، اوكي بيكونوا هيك عاملين لي انكلينيشن لجهه الديستال، تمام؟ فبيكونوا شو عاملين لي انكلينيشن او هيك فيهم مثل ميله كل الروتس لجهه الديستال، اوكي من جهه نفسهم هون يعني تقريبا نفس هذا الشكل. طيب هلا بالنسبه لللينجوال، انا غالبا ما رح يكون عندي الا كسب وحده، شايفين هون هدول هن تو بكال كاسبس، وهاي هون لينجوال كاسب وحده. فانا هون بالتالي شو ما عندي لينجوال جروف، لانه عندي كاسب وحده فبسميها لينجوال كاسب، وما رح يكون في عندي لينجوال جروف. نفس الشيء شايفين هاي هون كاسب وحده، هون كاسب وحده، كاسب وحده، هون في عندي كاسبتين تو كاسبس. بس يعني هاد يعني نحن هون بنقعد بنحكي انه شو الشيء الشائع، شو الشيء المنتشر اكثر. ايه ممكن تلاقي فور كاسبس، ممكن تلاقي خمسه نفس هون، ممكن تلاقي كاسب كسب اوف كرب اللي ممكن كثير شغلات، بس الشيء الشائع انه بالاغلب ما بيكون في عندي لينجوال كسب، اوكي بالتالي ما عندي لينجوال جروف، عفوا ما بيكون عندي ديستولينجوال كسب، بالتالي ما بيكون عندي لينجوال جروف، بيكون عندي بس لينجوال كسب اللي هي لينجوال عفوا كسب وحده. طيب لما نجي نحكي من جهه الميزيال، فبدنا نلاحظ انه الكراون بروفايل من برا هاي ما له شكل معين، يعني ما بيتبع اي قاعده، تمام ما بيتبع قاعده. اوكي وطبعا الروت الاثنين بيكونوا هون على الاخر وبشكل كامل شو فيوزد، اوكي يعني ملتحمين مع بعض حتى ما في اي فراغ بيناتهم، تمام. هلا ممكن يصير عندي بايفوركيشن اللي هو انه الروت يصير يعني جزئين، بس هذا وين بيكون؟ ممكن يكون بالابيكال اريا. مشكلة انا ما عندي صورة ميزير، اوكي شايفين هلا طبعا نفس ما قلنا انه في عندي كتير variation، بس بشكل عام هن بيكونوا fused نفس هيك، اوكي او نفس هيك حتى الروتس. طيب بالنسبة للديستال مثل ما قلنا انه هاي الديستال، قلنا اول شيء انه غالبا بتكون الديستولينج والكسب غايبة ما بتكون موجودة عندي، تمام بيكون عندي بس لينجوال كاسب وحدة. ومن هون من جهة الديستال انا بقدر اني شوف شو شوية اوكلوزال سيرفيس، تمام اكتر من اللي بقدر شوفه من يعني بالفيرست وبالسكند ماكسيلاري مولر، اوكي هون كتير بقدر شوف من جهة الديستال بقدر شوف اوكلوزال سيرفيس، تمام نفس ما هون مبين عندي. ليه؟ لانه الديستال مارجينال ريدج بده يكون يعني سيرفيكال اكتر من الديستال مارجينال ريدج الموجود وين بالفيرست والسكند مولرز، اوكي يعني طلعوا هون يا دوب مبين عندي، اوكي بينما هون طلعوا بين نتفه، هون كتير مبين. اوكي اخر شيء بدنا نحكي عن الاوكلوزال اسبكت، هاي الاوكلوزال اسبكت. طيب هلا بالنسبه للاوكلوزال اسبكت طيب هلا اول شيء باختصار انه بيقول لكم انه الاوكلوزال تيبل اوكي بده يكون كتير صغير، تمام بالثيرد مولر بده يعطيني شكل مجعد. ليه؟ لانه بده يكون عندي كتير جروفز وبتس. شوفوا مثلا هاي الصوره قد ايه بتوضح، طلعوا يعني هي مغبشه شوي اوكي، بس انه طلعوا كيف الشكل المجعد، لانه انا عندي كتير جروف، كتير فسي، كتير بت، كتير شغلات، فهيك بيعطيني منظر مجعد، اوكي.
طيب ال outline تبعه نوعين، اوكي. هلا بالغالب هو بده يكون هارت شيبد، اوكي، اذا كان 3 كسب تايب، بس اوقات بيكون 4 كسب تايب. هون بده يكون شو؟ باراليلوجرام، اوكي، بده يكون باراليلوجرام، فعلى حسب. بعدين اوكي، نفس ما حكينا هون انه الديستولينجوال كسب هون بده تكون يا اما كتير 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 صغيرة، او بده تكون اصلا ما انا موجودة، اوكي، بده تكون اصلا ما انا موجودة، يا اما بتكون صغيرة، هون طبعا بده يكون مكانها، يا اما بتكون صغيرة، يا اما بتكون ما انا موجودة من الاصل. طبعا هون نحنا بالثيرد مولر ممكن نشوف شو اوبليك ريدج. تمام، هون بنشوف انه في عندي اوبليك ريدج، اوكي. طيب شو كمان؟ اوكي، وبيقول لي انه هون نحن طبعا عنا كتير بيتس، عنا جروف باترن، عنا كتير سبليمنتري جروفز بنلاقي. فاذا الخلاصة انه اول شيء بده يكون حجمه كتير صغير، اوكي، اللي هو الاكلوزال تابل، ممكن اني لاقي اوبليك ريدج. الديستولينجوال كاسب ممكن يا اما تكون صغيرة او اصلا ما انا موجودة، وبده يعطيني هيك شكل مجعد. ليه؟ لانه بيكون عندي كتير جروفز، كتير باتس، كتير فوسي، وكتير سبليمنتري جروفز. تمام، بس هون بس في صورة حلوة من الكتاب، طلعوا شوفوا كيف التنوع قدام، انه يعني طلعوا هون كم كسب عندي، هون كيف شكل الروت، وهون طلعوا كم روت عنده هذا. فهون بتلاقوا كتير هيك اختلاف بالثيرد مولر. هلا الشيء اللطيف انه انا هلا عم يطلع لي ثيرد مولر باللور رايت، فانتبهت له انه في عندي كسب زياده محطوطه على الميزيوبكل. الميزيوبكل كسب في عليها كسب زياده على مبدا كسب اوف كرابيلي على الميزيولينجوال. فهيك بصراحه شكله كتير لطيف، جربوا انتوا كمان تطلعوا كيف شكل الويزدم تيث عندكم، او شو الشغلات هيك المميزه بتحسوها. طيب باقي اخر شيء هون كم ملاحظه صغيره، انه هون حاطط لنا صور الاسنان، وانه يلا انه تعالوا نفرق بيناتهم. بيقولكم اول شيء هذا شو؟ هذا فيرست مولر. طب نحن كيف عرفنا فيرست مولر من الروت؟ اوكي، الروت كتير بعاد عن بعض، كتير بدهم يكونوا دايفيرجنت، اوكي. شو كمان؟ تمام، هلا هذا هون اللي تحت اللي هو البي، هون هذا عبارة عن سكند مولر، اوكي. كيف عرفنا؟ كمان اكتر شيء ميزنا من الروت انه هن ما نفيوزد على الاخر، بس كمان ما دايفيرجنت. هذا هون الثيرد مولر مبين كتير منيح، لانه شوفوا الروتس كيف كتير هيك فيوزد مع بعض، اوكي. هون كمان نفس الشيء، بنشوف انه هاي ماكسيلاري فيرست مولر، وهاي سكند مولر، وهاي ثيرد مولر. تمام، طيب هون بس عم يحكوا لنا هيك معلومه انه هلا اوكي طلع الماكسيلاري ثيرد مولر. الماكسيلاري ثيرد مولر لو بتلاحظوا انه مكانه صاير باخر التم، فالفرشايه ما بتوصل له، اوكي، ممكن يصير عندي تسوسات. شيء تاني ممكن يسبب لي ضغط على الاسنان، تمام، اذا كان مثلا الفك صغير، فهو بيعمل لي كتير مشاكل بالحقيقه. لهيك باغلب الاوقات يعني سواء صار تسوسات او يعني نظرا لانه نفس ما قلنا انه الفرشاية كتير صعب توصل له، فانه يتسوس شيء كتير يعني سهل وشائع. تاني شغلة، لما بيتسوس مثلا انه يوصل للعصب، اوكي، وقتها عم يقلنا هون انه نعمل معالجة عصب بيكون كتير صعب. ليه؟ نظرا لوضع الجذور، نظرا اصلا كمان لمكانه، في كتير معدل مرتفع انه تنكسر الادوات، ونحن يعني جوات السن، جوات الروت، ونحن قاعدين عم نعمل سحب عصب او عم نعمل معالجة. شو كمان يعني؟ فالمهم انه الاندو تريتمنت تبع الماكسيلاري ثيرد مولرز كتير بيشوفوا الدنتست انه صعب. لهيك اغلب الاوقات الدنتست بيتجهوا لانه فورا يعملوا اكستراكشن، يقلعوا السن. بس يعني كأخلاقيات مهنة، لا، نحن لازم انه نعمل كل مجهودنا، ويعني نعمل احسن ما عنا، ونحاول انه نحافظ على السن لاخر يعني لاخر رمق نفس ما بيقولوا، وانه يكون الاكستراكشن اخر خيار.
يعني هذا هو المفروض. هون قاعدين عم قلنا انه في عنا يعني معدل تشوه انه يكون عنا جذر مشوه كتير مرتفع بال يعني بضاهي نفس هذا الروت، كيف هاد بده ينعمل له معالجة عصب؟ فهو كتير صعب بسبب معدل يعني انه معدل تشوه الجذور بده يكون كتير كبير. طيب هلا قاعدين عم نحكي عن البلب جوات المولرز بشكل عام. اول شيء لما نجي نطلع هيك باكولينجوالي، عفوا لما نجي عم يعني هذا باكولينجوال سكشن، يعني انا هيك قاعده عم اطلع يا ميزيلي يا اما ديستلي. اوكي طب كيف رح يكون شكل البلب تشامبر؟ البلب تشامبر هون بده تكون عريضه، اوكي يعني اعرض شيء، وبده مثل ما بنعرف يعني بده يكون في 3 روتس اللي هن تو على البكل واحد على اللينجوال. هلا كل روت من هدول الروتات بده يكون فيه كنال، اوكي بس ممكن يكون في عندي 4 كنالز. كيف؟ انه الميزيو بكل هاي الميزيو بكل روت ممكن يكون فيه 2 كنالز، اوكي نفس ما نحن شايفين هون، شايفين هذا اللينجوال فيه كنال واحده بيكون فيه عصب واحد، اوكي بس هون لا الميزيو بكل بيكون فيه كل كنال اوكي بيكون فيه شو اسمه عصب، تمام؟ فبيكون عندي روت واحد بس 4 كنالز. هون هذا الميزيو ديستال سكشن، يعني انا هيك قاعد عم اطلع يا اما بكلي او لينجولي. رح لاحظ انه انا عندي 2 هورنز اللي هن اللي هيك اللي بيتبعوا لي شكل الكاسبس، تمام؟ والميزيو بكل هورن بده يكون شو اكبر من ال شو اسمه من الديستو بكل. ليه؟ لانه اساسا الميزيو بكل كاسب هي اكبر من الديستو بكل كاسب، فبالتالي ايه بالضبط، فبالتالي بده يكون يعني هو البلب بيتبع لي شكل ال شو اسمه الكاسبس او الشكل الخارجي للكراون. طيب هون بس قاعد انه هذا الشيء حكيناه نحن بالمد انه كيف شكل يعني التشريح تبع السن، كيف شكل الجذور. هون اول شيء بيكون عندي البلب تشامبر، بعدين هون عندي البايفوركيشن، من البلب تشامبر بينزل عندي 2 روت كانالز. هلا ممكن الروت الواحد اوكي يكون فيه 2 كانالز، اوكي نفس الحاله اللي شفناها هون، وممكن يكون في عندي هيك كانال يعني جاي مثل تفرع هيك على جنب، اوكي بنسميه الاكسسوري كانال. هلا هاي وقت معالجه العصب وقت بدنا نحشي بنستعمل مواد خاصه لحتى تعبي لي هاي التفرعات الصغيره اللي بتكون هون وهون، تمام؟ فبس يعني طيب هون جبنا ماكسيلاري فيرست مولر، تمام، وجينا مسكنا الروت اوكي وعملنا له سكشنز. اوكي هذا السكشن اطلعنا عليه هيك من فوق، اوكي عملنا هيك مقطع عرضي وطلعنا عليه من فوق لحتى نشوف كيف شكل الكنالز جوا. فشو طلع معنا؟ طلع معنا انه نحن عنا 3 روتس، اوكي بنعرف جوات هذا الروت في عندي 4 كنالز، يعني في واحد من هذول الروت فيه 2 كنالز. اوكي طيب جينا فصلناهم واحد واحد. اول شي جينا لهون عند اللينجوال روت لقينا انه فيه لينجوال كنال طبيعي. جينا بعدين على الميزيو بكل هذا، تمام، مثل ما شايفين هون، عفوا الميزيو بكل هاي هي، اوكي هاي اللينجوال لقينا جواتها لينجوال كنال، هاي الميزيو بكل لقينا جواتها 2 كنالز. اوكي وحده سميناها الميزيو بكل كنال والثانيه سميناها الميزيو لينجوال كنال، تمام. ولاحظنا كمان انه انا على الجوانب جوانب الروت بده يكون في عندي 2 ديبريشنز. اوكي هذا الواحد شايفينه عند السام وهذا هون الثاني، واحد من الميزر واحد من الدستل تبع الروت. اخر شيء جينا لهون لعند الدستوبكال روت ولاحظنا انه هو شو فيه الدستوبكال كانال. لاحظوا انه كل كانال يعني لما يكون عندي كانال واحده جوات الروت الواحد بتتسمى على نفس اسم الروت، تمام. يعني هاد ديستوبكال روت سميناها ديستوبكال كانال، هون لينجوال روت سميناها لينجوال كانال. اوكي هون لانه عندي 2 كانالز فانا هون بجزئ، تمام. يعني هذا شو هذا الميزيو بكل، اوكي الميزيو بكل روت جواته لقيت 2 كانالز، وحده كانت يعني جايه لجهه البكل فسميتها ميزيو بكل والثانيه جايه لجهه اللينجوال فسميتها ميزيو لينجوال. ونحن ليش لازم نعرف كل هاي الشغلات؟ كرمال تساعدنا بكره بالار سي تي اللي هو روت كانال تريتمنت
اللي هو بالعربي سحب العصب، معالجات العصب. طيب هون عملنا انه احنا اخذنا سكشن بس مو من مو من الترايفوركيشن، لا اخذناها من ال شو اسمه، من ال يعني عند الروت ترانك. اوكي فلاحظنا هون انه انا عند السيرفيكال اريا بالضبط بده يكون عندي لسه هون البلب تشامبر قبل ما شو، قبل ما يصير للترايفوركيشن. طيب هون هدول الاسئله، انه اول شيء عامل لك انه اي دويره بتعبر لي عن الكاسب اوف كرابيلي، طبعا هاي هي الكاسب اوف كرابيلي اللي هي لونها اصفر. كيف عرفنا انه اول شيء واضحه، وثاني شيء بتكون موجوده على الميزيو لينجوال. اوكي كيف نحن طبعا بنعرف انه هاي ميزيو لينجوال، هيك انه نطلع هاي لحالها، ونحن بنعرف انه اللي بتكون لحالها هي الديستو لينجوال، فاكيد هاي بدها تكون ميزيو لينجوال، والكاسب اوف كرابيلي بتكون على الميزيو لينجوال. طيب هون بالسؤال الثاني عم يقلنا انه شو هذا السن بالاف دي اي. اوكي هلا لما تشوفوا هيك سؤال، اول شيء لازم نحدد الميزيال والديستال والبكال واللينجوال. هون مبين عندي هذا ال هاي هي واضحه عندي اللي هي الديستولينجوال كاسب. اوكي فمعناته شو هذا الديستال، اوكي وهذا هون اللينجوال، اتفقنا، وهذا هون البكال. اوكي خلينا نعتبره هيك البكال، وهذا هون شو صار الميزيال. اوكي بعدين انتو رسموا الارتش. اوكي فانا لو جيت بدي ارسم، راح ارسمه هيك. اوكي ثواني بس، راح ارسمه هيك، هذا هو الارتش. اوكي تخيلوا هذا هو هيك الارتش تبع المريض، تمام. من هون بدي يكون خده، من هون البلات، اوكي ومن هون الديستال، ومن هون الميدلاين صار عندي. اوكي فشو بده يكون عندي؟ هذا هون بده يكون بالربع الاول، تمام، على يعني على اليسار بالاف دي اي لما نجي نعمل هذول الاربع، تمام، بده يكون بهذا الربع. اوكي لما نجي نعمل هيك هيك، اوكي بده يكون بهذا الربع الاول وفوق، معناها واحد. طيب واحد ستة ولا واحد ثمانية؟ الجواب 1.8. كيف عرفنا انه هو؟ طب ليش هو مو فيرست مولر، ليش هو ثيرد مولر؟ لانه لو تطلعوا على الروت بتلاقوهم فيوزد. اوكي فهو ثيرد مولر، اتفقنا. طيب اخر شيء كمان شو هذا التوث، كمان على نفس المبدا انه هاي هي من هون هاي الديستال، وهون اللينجوال، وهون الميزيال، وهون البكال. اوكي كمان شيء كتير بيساعدني انه طلعوا هون البكل عندي شو تو روت، بينما اللينجوال روت واحدة. طيب هون كمان نفس الشيء بدنا نحدد هاد هون بصير الديستال. اوكي هون اللينجوال، وهون البكل، وهون شو اسمه الميزيال. فلما اجي انا ارسم الارتش بده يطلع هيك. اوكي كمان على نفس المبدأ، هذا upper، اوكي وين صاير على left، فاي اي ربع بده يكون الربع الاول، واي سن بده يكون رقم 7 اللي هو second molar. طيب ليش ما قلنا انه هو 16؟ هلا بصراحة الصورة هاي ما انا كتير واضحة بنظري، ما بظن انه الدكتورة تجيب هيك صور، بس نحن كيف رح نفرق اذا كان 16 ولا 17؟ من خلال الروت، شكل الروت. اذا كان كتير يعني بعيد عن بعضه، اوكي وكان هيك ستريت، تمام، هذا بيكون 16. اما لو كانوا عامل لي هيك ميل نحو الديستال فهذا بده يكون 17. اوكي بتمنى هيك ما كنت طولت عليكم، وبتمنى لكم كل التوفيق يا رب، يسعد صباحكم مره تانية، وجمعتكم مباركه. باي باي.